للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني. أستاذ ضياء برحب بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بحضرتك، مساء الخير، وكل عام وحضرتك بخير وكل السادة المشاهدين. وحضرتك بألف خير. الجديد في هذا البيان الحقيقة أنه سيجتمع غدا، يعني أو ستجتمعون غدا الأربعاء 26 من أبريل، يتم استكمال تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو القادم. ما هي التجهيزات المتبقية يا فندم، وأبرز اللي هيتم الوقوف عليه ربما يعني في إطار أنه أيام قليلة بتفصل اجتماع غدا عن بدء الفعل للحوار؟ الحقيقه احنا يعني مجلس الامناء مستمر في انعقاد دائم منذ عده جلسات، وعقدنا قبل العيد مباشره جلسه مطوله، والجلسه القادمه اللي هي مقرر انعقادها بكره ان شاء الله هي تاتي في اطار زي ما جه في التصريح التجهيزات. التجهيزات دي بتعني اعداد الجدول النهائي لجلسات الحوار، والاعلان ايضا واختيار الاسماء اللي هتشارك في كل جلسه من هذه الجلسات. وحضرتك عارفه ان احنا عندنا 19 لجنة في الحوار سياسية واقتصادية ومجتمعية، وبيناقشوا عدد يزيد عن 100 قضية، يعني يصل لحوالي 112 113 قضية. وبالتالي مجلس الأمناء تلقى آلاف من الأسماء، يعني أنا بقول يمكن لأول مرة تلقينا آلاف من الأسماء من كل الجهات المشاركة في الحوار، وأيضا من السادة المواطنين ومن الشخصيات العامة وغيرهم. وبالتالي مجلس الأمناء عاكف في جلساته الأخيرة وهيستكمل ده بكرة في اختيار الاسماء التي تناسب كل جلسه، تناسب كل قضيه لديها ما تضيف، وايضا استكمال الاجراءات التنظيميه للجلسات، لانه الجلسات زي ما احنا كلنا عارفين الحوار الوطني كي يحقق هدفه الرئيسي لابد ان يكون حوارا حول حلول، ليس حوارا حول تشخيص. التشخيص طبعا مطلوب، ولكن في جزء قليل من الوقت. الحلول اللي سيادة الرئيس حددها في امرين، اما مقترحات تشريعيه أو مقترحات تنفيذية، الاثنين يرفعوا للسيد رئيس الجمهورية عشان يتخذ في شأنهم ما يلزم. وبالتالي الحقيقة الجهد التنظيمي ضخم جدا، يعني أنا مش عايز أقول أرقام، لكن عندنا بس أنا يعني أنا عارفة أنه أكيد الأرقام كبيرة يا أستاذ ضياء، بس إحنا بنتكلم عن 113 قضية، فبنتكلم متوسط كم جلسة تقريبا؟ الجلسات الحقيقة هتبقى تقريبا كل الأسبوع، يعني إحنا الجدول المقترح حتى الان واللي مجلس الامناء وافق عليه مبدئيا ان احنا الاسبوع كله هيشهد جلسات، كل الاسبوع من السبت الى الخميس ستكون هناك جلسات في كل القضايا، وهيبقى بالتوازي، يعني مش هنفرغ من المحور السياسي مثلا وحده وبعدين ننتقل الاقتصادي او العجل او الاجتماعي، لا، كل الجلسات كل المحاور هيتم تناولها في ايام متتاليه وفي ايام محدده، هيتم اعلان ده للراي العام بانه هيبقى عارف بدقه كل من يهتم بالقضيه للطابع سياسي او اقتصادي او مجتمعي، عارف مواعيد والجلسات ستنقل على الهواء يا استاذ ضياء، هل في امكانيه لذلك؟ الجلسات علنيه، ده بحكم اللائحه، لائحه الحوار الوطني من اول يعني ما انعقدنا قررنا ان تكون كل الجلسات علنيه بالقطع، بعضها هيكون على الهواء وبعضها هينقل بعدها عبر وسائل الاعلام، لكن هي مفتوحه للصحفيين والاعلاميين وكل وسائل الاعلام كل الانواع، والنقل على الهواء ده شان كل وسيله اعلاميه وليس شان الحوار، لكن نحن لا نمارس فعلا. تحدثت يا استاذ ضياء عن بعض التفاصيل الفنيه او التجهيزات الفنيه اللي حضراتكم بصدد اعدادها يمكن غدا او في الايام القادمه قبل بدء الفعل يوم 3 مايو. الجلسات عدد كبير طوال الاسبوع كما حضرتك ذكرت، وايضا ذكرت نقطه انه في الاف الاسماء اللي بتعرض على حضراتكم لوجودهم او مشاركتهم في هذه الجلسات. الكوتا كيف ستنسقوها، او ازاي يا فندم هتحددوا هذا العدد، او من هذا الطيار وهذا الطيار، او يعني الممثلين عن الاحزاب، ازاي هذه التركيبه هتضعوها لاداره او لحضور الجلسات؟ بالضبط كما تم في اختيار مجلس الامناء. مجلس الامناء مكون من 19 زميله وزميل، ومعهم المنسق العام ورئيس الامانه الفنيه، وتم اختيارهم بهذه الطريقه بالضبط، وهو ان يكون هناك توازن. قاعده التوازن هي قاعدة موجودة داخل مجلس الأمناء، ولذلك استبعدنا التصويت. لا يوجد داخل مجلس الأمناء التصويت. نفس القاعدة
قاعدة التوازن ما بين كل الأطياف ذات الصفة السياسية أو النقابية أو المجتمع المدني أو الشبابية أو الأقاليم المختلفة. ديتها كمان تم مراعاتها في اختيار 44 مقرر عام ومقرر عام مساعد ومقرر اللجان ال 19 لجنة. عندنا كل لجنة لها مقرر ومقرر مساعد، الثلاث محاور عندنا مقرر ومقرر مساعد، كل هؤلاء تم اختيارهم بتوافق تام وأيضا بمراعاة اللي حضرتك ذكرتيه وهو التوازن، أن يكون الجميع ممثلون. وتمثيل الجميع هنا بيعني تمثيل ليس أشخاص أو أفراد بقدر ما يعني تمثيل كيانات وتمثيل آراء وأفكار. المهم في الحوار هو تبادل الأفكار والحوار والآراء، وبالتالي لن يغيب رأي واحد. وبحط قاعدة أخيرة وضعها الحوار من أول جلسة عشان نؤكد على هذا التوازن، أنه كل ما سيرفع من اللجان من آراء أو مقترحات حول القضايا مجلس الأمناء لن يصوت عليه، لا يوجد تصويت. يعني إذا طلع لنا اقتراحين أو ثلاثة أو واحد متوافق عليه من لجنة معينة، مجلس الأمناء هيرفع المقترحات المتعارضة للسيد رئيس الجمهورية، لن يكون هناك تصويت لا أغلبية ولا أقلية. ودي قاعدة الحقيقة هي قاعدة أي حوار حقيقي، لأن الحوار ليس يعني تغلب بالأكثرية أو يعني الضحك لأي أقلية أيا كانت، لكن التوازن هو قاعدة رئيسية في أي حوار ناجح. وإحنا حاطين جميعا تنصرف لكل المشاركين في الحوار الحقيقة، وكلهم متحمسون لإنجاح هذا. إحنا متحمسين كمان يا فندم. 12 شهر ربما هي مدة مدة إعداد لخروج هذا الحوار الوطني المصري إلى النور، وهي مدة ربما البعض انتقدها يا أستاذ ضياء لطولها. لا الحقيقة لا، إحنا لم نستغرق ده في التجهيزات، إحنا استغرقنا ده في الحوار نفسه. الحوار نفسه حضرتك ليس مجرد بدء جلسات، الحوار هو أن هناك، وبصراحة شديدة قلناها ونقولها مرة أخرى، كانت هناك جسور مقطوعة وكان هناك شرايين مسدودة ما بين أطراف المجتمع السياسي والمجتمع بشكل عام في مصر ما بين القوى السياسية. هذه الجسور وتلك الشرايين تم فتحها تقريبا بنسبة تصل 90% أو 100% خلال فترة العام. فترة العام لم تكن فترة إعداد يعني لوجستي أو إعداد إيجابي أو فني، لا، كان هناك حوارات تجري بمئات الحوارات، مئات الحوارات. حضرتك تقصد مع تيارات سياسية ربما مصرية مختلفة؟ مع كل الأطراف، يعني مثلا الأطراف السياسية المختلفة شاركت في الحوار مع كل الجهات في الدولة ومع أطراف أخرى. كمان أنت حضرتك تتذكري أن احنا دعينا في الحوار الوطني مجلس الأمناء، دعا الكيانات النقابية والكيانات التعاونية والكيانات المجتمع الأهلي والأحزاب إلى إدارة حوار مجتمعي. كان هناك في الفترة الماضية مئات من الجلسات للحوار المجتمعي عقدت في كل الأماكن في مصر، وكان الجميع يشارك بها بكل تنوعاتهم. وبالتالي بس دي عملية إعداد يا أستاذ ضياء لبدء الحوار الوطني فعلا. حضرتك تقعد كل هذه الممثلين عن الشباب وعن التيارات السياسية وعن الأحزاب على طاولة واحدة. هو فند ده ليس إعدادا فقط، هذا هو الحوار. الحوار مش جلسة تبدأ ثم جلسة ختام. الحوار هو حالة، الحالة الحوار في مصر، وكما ذكر سيادة الرئيس بنفسه في دعوته للحوار قال إن موضوع الحوار السياسي غاب في فترة لأنه كان لدينا أولويات أخرى، الآن أصبحت أولوية. بما أنها أولوية ففتح كل المجالات للتحاور فيها، للتحاور بين كل الأطراف المختلفة أو المتفقة معا. ده استغرق هذا العام، هذا العام الحوار ليس مجرد محاضرة افتتاحية هنفتتح فيها ونلقي بآراء ثم ننتهي. الأهم هو أن تتولد الثقة، تتولد الثقة بين الأطراف اللي الحقيقة وبصراحة شديدة كانت الثقة غائبة فيما بينها خلال فترات طويلة. العام اللي مضى ده هو اللي بيمهد النهارده ان احنا يبقى عندنا الاف من الاسماء، لان هذه الالاف اتت من مصادر مختلفه، هذه المصادر لم تكن تتحدث بعضها مع بعض قبل بدء عمليه الحوار، عمليه الحوار نفسه. الان اصبح لدينا هذه الالاف اللي احنا محتارين نختار مين ونسيب مين نتيجه التعدد الشديد فيها. يعني عايز اقول لحضرتك بجمله واحده، لا يوجد طرف في مصر سياسي او نقابي او مجتمع اهلي أو شبابي أو غيره غائب عن الترشيح أو غائب عن الحوار. الجميع طرحوا الأسماء، وهذه الأسماء تعبر عن نجاح كبير في فتح جسور الثقة وفي أيضا آمال الناس
أماني الناس الشعب هذا الشعب الكريم العظيم وأيضا ممثلي بإنجاح هذا الحوار في جلساته بقى اللي هي زي ما نقول الجلسات الرسمية. هل لكثرة هذه الأسماء أو الجهات يا أستاذ ضياء كان عليكم استبعاد أي طرف؟ لم يتم استبعاد شخص واحد من الأسماء المقترحة في على مجلس الأمناء، ومجلس الأمناء منفتح تماما لأنه يثق في حاجة محددة أن كل من يرغب في المشاركة في الحوار أو يرشح للمشاركة في الحوار هو بالتأكيد لديه رأي وبالتأكيد لديه مسؤولية حول المشاركة في هذا الحوار. نحن متواثقين في الجميع ومتأكدين أن الجميع حريصين على نجاح الحوار، لأن الحوار الحقيقة ليس نجاحا لمن دعا أي رئيس عبد الفتاح السيسي، الحوار هو نجاح للحالة السياسية في مصر، والحالة السياسية في مصر هي كل المصريين وممثليهم من كل الجهات وكل الأحزاب وكل الجمعيات الأهلية وغيرهم، وبالتالي نجاح الحوار أنا في تقديري هو الآن يعني الجميع حريص عليه، وده بينعكس في الرغبة الكبيرة في المشاركة في الحوار عبر الممثلين لهم جميعا. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني.